عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. أخبار الترجي الرياضي التونسي، المدرب يحفز اللاعبين، بن حميدة يعود والصدام خارج الحسابات. يخوض الفريق بعد ظهر اليوم آخر حصة تمارين له على ملعب شهداء الدين بمدينة بنغازي، استعدادا لمواجهة غد المريخ السوداني ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة الأبطال الأفريقية. كان وفد ترجي قد تحول لمدينة بنغازي على متن رحلة خاصة، ويأمل الجميع في تدارك عشرة جولة الفارطة وتحقيق انتصار يضمن الترجي التأهل رسميا لربع النهائي قبل جولة نهاية دور المجموعة. آخر حصة تمارين للترجي في مركب حسين بالخوصة شهدت تواجد رئيس النادي حمدي المدد اللي اجتمع باللاعبين وحثهم على ضرورة تدارك هزيمة الزمالك والعودة بنقاط الانتصار وتقديم مردود يليق بسمعة وطموح الترجي في المسابقة القارية. وقد تجاوب اللاعبون مع رئيس النادي وأكدوا على حسن استعدادهم لبقية المشوار، خاصة وأن الإدارة لم تبخل عليهم ووفرت لهم كل أسباب الراحة سواء على مستوى التنقلات والإقامة في أفضل الظروف أو تأمين المستحقات المالية. غاب معتز الزدام عن قائمة اللاعبين اللي تحولوا إلى ليبيا رغم أن اللاعب تعافى من الإصابة وكان في أتم الجاهزية للعودة إلى جو المباريات الرسمية، ولم تعلن إدارة النادي عن سبب الغياب واكتفت بالتأكيد على أنه لأسباب شخصية. في المقابل سيكون غيلان الشعلالي أساسي في مواجهة المريخ رغم أنه يعاني من إصابة على مستوى الركبة جعلته يغادر المباراة الأخيرة أمام الزمالك. غيلان الشعلالي تعافى وسيكون على ذمة مدربه، كما ضمت القائمة أسماء لاعبي منتخب الأواسط عزيز عبيد وغيث الوهابي ومالك المهري وأمان الله مجاهد وزين الدين الساسي، وهو ما يوفر للمدرب عدد الخيارات. استقر رأس الإطار الفني رسميا على بديل بن حميدة على الجهة اليسرى للدفاع بعد انتهاء موسم حسين دكدوك اللي سيكون عرضة لعقوبة من الاتحاد الافريقي بسبب ثبوت إيجابية تحليل المنشطات. معلول يضع ثقته في لاعب النخبة ومنتخب الأواسط أمان الله مجاهد من أجل أن يكون البديل الأول لبن حميدة، وهو في الحقيقة اختيار صعب لما يتميز به هذا اللاعب الشاب من مردود باهر مع الشبان، وما عليه سوى حسن استغلال الفرصة ليبرهن عن جدارته بالتواجد مع الفريق الأول، خاصة وأنه اسمه متواجد في القائمة الأفريقية. مجاهد من أبناء الترجي تكون في الحديقة وصنع محلي وينتظر منه الفريق الكثير في قادم الأيام. بعيدا عن حرب الاستفزازات اللي يديرها مسؤول الفريق السوداني وخاصة المدير الرياضي اللي طالب الاتحاد الأفريقي بضرورة إخضاع كامل لاعبي الترجي لتحليل المنشطات قبل مواجهة الغد، فإن الإطار الفني بقيادة نبيل معلول يدرك جيدا قيمة هذه التصريحات الاستفزازية وعمل على تحصين لاعبيه للمحافظة على التركيز الذهني وتحقيق الهدف المنشود والعودة من ليبيا بنقاط الفوز. الترجي سيعتمد في مواجهة الغد على تشكيله المثالية المعتادة من خلال ترسيم بن شريفية في المرمى ومواصلة الثنائي مريح وتوغايا في المحور مع المراهن على الظاهرين بوشنيبة وبن حميدة اللي استوفى العقوبة الإدارية، علاوة على المغرب بعودة بوغرين إلى منطقة الوسط رفقة الشعلالي بن رمضان، فيما يتكون ثلاثي الهجومي من البدري والهوني ورياض بن عياد.